لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. محشي الفلفل، طبعا سعراته الحرارية عالية. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في محشي الفلفل والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في محشي الفلفل للجرام الواحد، السعرات الحرارية 1.4 سعر حراري، بروتين 2% جرام، كربوهيدرات 22% جرام، دهون 4% جرام. القيمة الغذائية في محشي الفلفل للمية جرام، سعرات الحرارية 144 سعر حراري، بروتين 2.3 جرام، كربوهيدرات 22.7 جرام، دهون 4.9 جرام. القيمة الغذائية في محشي الفلفل واحد حجم صغير بوزن 92 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 132 سعر حراري، بروتين 2.1 جرام، كربوهيدرات 20.9 جرام، دهون 4.5 جرام. القيمة الغذائية في محشي الفلفل لواحدة حجم كبير بوزن 115 جرام، السعرات الحرارية 165 سعر حراري، بروتين 2.6 جرام، كربوهيدرات 26.3 جرام، دهون 5.6 جرام. القيمة الغذائية في محشي الفلفل 2 محشي فلفل بوزن 212 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 305 سعر حراري، بروتين 4.9 جرام، كربوهيدرات 48.3 جرام، دهون 10.4 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات. وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.